صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحيانا أدعى إلى وليمة عرس وليس فيها منكر، ولكنني أعتذر لصاحب الوليمة بأنني أحب النوم مبكرا أو إنني لا أرتاح نفسيا في مثل هذه الدعوات، فهل أكون عاصيا لله ورسوله إذا لم أجب هذه الدعوة؟ إذا كان عليك مشقة فأنت معذور، أما إذا كان ما عليك مشقة فيجب عليك إجابة الدعوة، أما إذا كان عليك مشقة أنت متعب وتحتاج إلى الراحة ليس عليك حرج في أنك تعتذر. نعم.